السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد مع سمية في سمية's recipes. اول حاجة حبيت نبدأ بها اليوم في هذا الفيديو هي نرحب بالبنات كاملين اللي التحقوا بالقناة تاعي. نقول لكم شكرا لكم على الدعم تاعكم، شكرا على الاشتراكات تاعكم، شكرا على التعاليق تاعكم واللايكس، راهم يفرحوني بزاف ويهموني بزاف على جالهم اللي يعاونوني باش تطلع القناة تاعي. اليوم جبت لكم وصفة سهلة مهلة وبنينة بزاف اللي هي طيور السمان او ليك ولا ليكاي، من الحاجات المفضلة عندي انا في الجزائر. نحب ناكلهم كي نروح للبحر ولا نطلع للشريعة، نحب ناكلهم مشويين ونديرهم عندي في الدار ومام ولادي يحبوهم. كيفاش راح نديروا لهذوما طيور السمان؟ طريقة جدا سهلة، ما عليكم غير تبعوا معايا البنات المقادير واهم حاجة في السمان اللي هي راح تحكم لكم على السمان تاعكم كيفاش حيخرج لكم، هي الطريقة اللي تغسلوا بها السمان. انا جبت لكم تفصيل الممل كيفاش تغسلوا السمان تاعكم باش عمركم ما تعاودوا تقولوا انا ما نحبش السمان على جال تجي فيه الريحة. فاول حاجه كما راكم تشوفوا انا حكمت هذوك الطيور تاع السمان تاعي وقطعت كل وحده على زوج من ظهر. البنات ما تقطعوهمش من الصدر باش كي تقطعوهم باش كي طيبوهم ما يجيوكمش ناشفين، نقطعوهم كيما نقولوا حنا في الجزائر دجاجة اوليما، نقطعوهم هكا من الظهر ونحلوهم با يوليو هكا شغل بابيون. انا هكا راح نطيبهم على جال راني رايحه نشويهم. كي تكونوا رايحين تشويهم شغل صعيبه باش تخليوهم هكا صحاح، لازم تقعدوا تقلبوا فيهم. بهذه الطريقه السمن تاعكم يطيب لكم كامل على وجه، ما تخافوش منه. انا واش ندير؟ نحل لي كاي تاعي كامل ولا السمن تاعي وندير عليه الخل الابيض، خل المائده عادي يعني اي نوع تاع الخل متوفر عندكم. انا نسبق بالخل هو الاول، من بعد نزيد الماء تاعي والملح. نخلي طيور السمان تاعي على جانب يريحوا في هذاك الماء واحد 10 دقائق هكاك 15 دقيقه، من بعد باش نجوز المرحله تاع نقيهم. في هذا الوقت اللي راهو السمان تاعي يريح انا نجوز للميكسور باش نوجد الخلطه اللي راح نرقد فيها السمان تاعي ولا نحرج بها السمان تاعي. درت الثوم، درت زوج طوماطيشات صغيورين، تقدروا نتوما ديروا حبه طوماطيش كبيره ولا حبه طماطم، قزبر وبقدونس ولا قزبر ومعدنوس بالنسبه للبنات اللي في الجزائر. حبه قارص نحكموها نقيوها، يعني نقيو تقريبا اكثر من نص تاعها، نحيو القشره نحتفظوا بها على جنب بعد راح نحتاجوها، والنص الاخر نخليوه هكا كيما راكم تشوفوا هنا، خليت شويه ونقطعوها ونزيدوها في الخلاط مع هذوك المكونات اللي كنا ديجا درناهم من قبل كيما راكم تشوفوا. نخلطوا هاد المكونات كاملين، نطحنوهم في الخلاط الكهربائي تاعنا حتى يوليو لنا ليكيد، يعني تطحنوهم شغل راحين تخدموا ان جو تاع الخضره، فهمتوا؟ صافي درنا الثوم، درنا الطماطم، درنا قزبر ومعدنوس، ودرنا بصله كبيره، وطحنا كل المكونات تاعنا وما ننساش حبه القارص. من بعد ما طحناهم واش نديروا؟ تشدوا صفايه الرقيقه كاع اللي عندكم في الدار وتصفيوا فيها هذاك الخليط تاعكم تاع الخضر اللي كنتوا طحنتوهم من قبل، تصفيوه تاخذوا غير هذاك لو جو برك ديال الخضره تاعكم والباقي هذاك ترميوه ما نستعملوش. نزيدوا عليه زيت الزيتون بطبيعه الحال، اللي ما عندهاش زيت الزيتون دير زيت المائده عادي، يعني زيت نباتي قصدي، اي نوع تاع الزيت موالفين تخدموا به. نزيدوا الملح البنات، انا نخدم بالهيمالاين سولت ولا الملح الوردي، انتم استعملوا اي نوع تاع الملح متعودين عليه. والفلفل الاسود بطبيعه الحال، انا نفضل ندير هذا باش تجي ريحته شابه، الا عندكم لي ديجا مطحون اخدموا به ما فيها والو. المهم هنا راح نجوز ليكاي تاعي نقيهم جيدا من الداخل البنات، نحيو لهم كاع هذوك الحاجات اللي يكونوا الداخل، نقيهم مليح ما بين العظام وكاع، وخليوهم في في في, في, واسمو في كسكس يقطروا على جانب. المرحله الثانيه تاع الغسيل تاع ليكاي تاعنا ولا تاع السمان تاعنا، نجيبو بول نديرو فيه الماء، نديرو مقدار زوج ملاعق كبار ديال الطحين الابيض او الفارينه، نديرو عصير ليمونه كامله تكون كبيره، الا كانوا عندكم ليمونات تاعكم صغار ديرو زوج القارص مهم، ما تخافوش ما يضروش، هو راح ينحيلو الريحه تاع الزفوره تاعو. ونديرو هذيك القشره تاع الليمونه اللي كنا نحيناها من الليمونه اللي طحناها من قبل، وبطبيعة الحال هذيك الليمونة اللي عصرناها مام هي نزيدو نقطعوها ونزيدو نرميوها في هذاك الماء تاعنا. وهنايا نعاودو نديرو هذوك الطيور تاع السمان تاعنا، نديروهم في هذاك الماء ونخليوهم يريحوا في هذا الماء على الأقل بنات 20 دقيقة، يعني 20 دقيقة حتى لنص ساعة، ما تخافوش منهم. قد ما ريحوا في هذاك الماء قد ما شربوا لكم هذيك الريحه تاع القارص، ويشربوا من هذيك البيوضه تاع الفارينه تاعكم، ويجيكم ليكاي تاعكم شغل يولي لونهم بيض شباب، والريحه تاع القارص تنطلق فيهم وتولي فيهم ريحه روعه. المهم اهم حاجه
تأكدوا أنكم تنقيوهم جيدا من الداخل، من هذاك القلب والكبدات تاعهم وكاع اللي تجي حاصله، تأكدوا أنكم تنقيوها جيدا. هنا بعد ما كانوا لي كايتي يريحوا، عاودت نحيت لهم هذاك الماء وخليتهم قطروا في الكسكاس مره ثانيه. ودوكا راح نجوز للمرحله تاع نحرج طيور السمان تاعي، واللي هي المرحله ما قبل الاخيره في التحضير ديال هذه الطريقه تاع طيور السمان تاعنا. هنا واش نديرو؟ نديرو السمان تاعنا في هذاك البول، هو نفسه اللي كنا خدمنا به، نديرو فيه طيور السمان تاعنا ونزيدو عليهم هذاك الخليط اللي كنا وجدناه من قبل. بعد ما زدنا الخليط تاعنا كامل على هذوك الطيور تاع السمان تاعنا، نخلطوهم شويه بيدينا هكا، شغل نمصيوهم بهذاك الخليط اللي درناهم فيه ولا هذاك لو جو تاع الخضر اللي كنا وجدناه. نغطيو طيور السمان تاعنا ببلاستيك غذائي وندخلوهم للثلاجه. لازم طيور السمان تاعكم يقعدوا في هذا الخليط ولا هذا العصير تاع الخضر على الاقل ساعه او اطول مده قدرتوا. الا قدرتوا توجدوهم في الليل وتستعملوهم غد من ذاك راح تكون احسن، سينو الا ما كانش عندكم الوقت خليهم ساعه حتى ساعتين وبداو طيبوا في طيور السمان تاعكم. قبل ما نطيبوا طيور السمان تاعنا واش لازم نديرو؟ لازم نصفيو الطيور تاع السمان تاعنا من هذاك الماء اللي كنا خليناهم فيه، لانه حنايا راح نحتاج السمان تاعنا حبيناه ياخذ لنا برك هذاك الذوق تاع الخضر، ماناش حابين يكون فيه هذاك اللون الاخضر تاع الخضر تاعنا. انا راح نشويه في هاد لابلاك اللي شريتها من عند كوسكو بالنسبه للبنات اللي عايشين في امريكا كيما انا. شريتها عند كوسكو واقيلا 15 دولار 15 دولار. عندي مده ملي شريتها، مي تقدر تكون مازالت عندهم. صافي اللي عجباته هاد لابلاك يروح عند كوسكو شوفوا اسكو مازالت عندهم. نديرو بعد ما صفينا السمن تاعنا درنا له كيما شفتوا، زدت له زيت الزيتون وخلطته جيدا وجوزت لمرحله الشوي. تقدروا تشويوه فوق الباربيكيو البنات على الفحم ولا في الشوايه على برا، تقدروا تشويوه هكا كيما شويت انا، تقدروا ديروا تشويوه في مقله، يعني نتوما لكم الاختيار كيفاش تشويوا الفلفل تاعكم، كيفاش تشويوا السمان تاعكم. نتوما تقدروا مام تسدفوهم وتدخلوهم في سنيوه يتشواو في الفوغ، يعني نتوما لكم الاختيار كيفاش راح تشويوا السمان تاعكم. هاد لابلاك البنات باش تعرفوها بلي سخنت، كي ترشوها بماء سخون ماشي ما بارد البنات باش ما ترتقلكمش، ماء سخون. الا بان لكم هذاك الماء نشف فهاديك الساعه اعرفوا بلي لابلاك تاعكم راهي سخونه، تقدروا تبداو تشويو. نحطوا السمان تاعنا ونعبزوها كامل فوق بكاش حاجه، ولا حطوا فوق حاجه ثقيله باش السمان تاعكم يجيكم بلاطي ويطيب لكم من كل الجوانب، وتكملوا المرحله تاعكم غير وين طاب السمان تاعكم كامل. يعني انا نحب نخليها كشغل يحمر لي شويه زياده باش يبان شغل مشوي في الباربيكيو. انتم لكم الاختيار كيفاش تحبوا اللون تاع السمان تاعكم، الاهم حاجه هو انه السمان تاعكم يتخليوه يطيب جيدا. في الاول هذيك لابلاك تكون النار تاعها طالعه تكون سخونه تعطيكم هذيك الحموريه، من بعد تنقصوا لها وتخليوا السمان تاعكم يطيب حتى يبان لكم اللي ما بقاش يخرج منه الماء من الجناب، ولا كي تثقبوها كبموس ماهوش يخرج لكم الماء من الصدر تاعو، ثم تعرفوا باللي السمان تاعكم راهو طايب وواجد باش تاكلوه. يعني البنات عطيوه وقته باش يطيب، ما تزربوش عليه باش ما يجيكمش خضر وعاصي. المهم انا هذه هي الطريقه اللي كنت حبيت نشارك معكم اليوم، نتمنى تعجبكم. ما تنساوش اللايك والاشتراك والتعليقات تاعكم اللي راهم يشجعوني ويعجبوني بزاف. والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.